آل النبي نجوم في الورى زهر محمد شمسهم والمرتضى قمر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. عند الإمام الحسين وحديث الكساء وهذه أجواء النورانية وهالصلوات، الصلوات ما شاء الله كلكم هالوجوه المفعمة بالإيمان والتقوى، الصلوات أقوى من هذا بأعلى أصواتكم. على الله في كل الأمور توكلي، على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. قلت: أعيذك بالله من الضعف يا أبتاه. قال: إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه كالبدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال: إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: إنه تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معك تحت الكساء؟ فقال أبي: وعليك السلام يا ولدي ويا ثمرة فؤادي ويا ساقي حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا.
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت إنه مع أخيك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي بالدخول معكما تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. ثم أقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت إنه مع ولديك تحت الكساء. أقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا أخي وخليفتي ووصي وحامل لوائي قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن ومحب لمن ومبغض لمن. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب
ومن تحت الكساء. قالهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل: يا رب أتأذن لي بالدخول بالنب الهبوط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فأذن الله عز وجل. فقال الأمين جبرائيل بعد أن هبط إلى الأرض: قال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يسري ولا فلكا تجري إلا من أجلكم ومن أجل محبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم سادسا، فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال أبي: وعليك السلام يا أمين وحي الله، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا من الفضل عند الله؟ فقال أبي: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وهبطت عليهم الملائكة وحفت بهم واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. ثم قال: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه عند الحسين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا صاحب حاجة إلا وقضى الله حاجته. يا الله، حديث الكساء مولاتنا الزهراء
في صحن أبي عبد الله عند الحسين. بعد وين أفضل من هذا المكان؟ اطلبوا حوائجكم إلى الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وفاز شيعتنا وسعدوا ورب الكعبة.